تفضل حاج، قول لي الاسم واللقب. داوود جيلي. ايه. والمصطفى. والام. والام داوود فاطمه. واش من تاريخ زين؟ تاريخ 23. 23 مارس؟ 23 مارس. ايه. وين زين؟ زين ولد علام. بقعة ولد علام. بوقادير. بوقادير. واش من عام سجنوه؟ بس 11 يسمى قريب خلاص 58. ايه. قريب خلاص. واش من وقت خرجت؟ قعدت 67 قايش في السبيطار. ايه. المستشفى. انقطعوا كرعية. شوف قول لي علاه انقطعوا كرعية. يا. كيف حتى انقطعوا كرعية؟ انقطعوا كرعية. في قصر المقمورة. تاع الحبس تاع مسينة، المقمورة تاع مسينة الحبس. المقمورة تاع الماء. كاين ربعة. وانا الخمس فيهم. ربعة ماتوا. للعام ماتوا. انا كي خرجوني جابوني قصوا لي هنايا كاني في السبيطار هنا في الحبس هذاك هنا من بعد ياك اللي ندخل وكحالو وزراب وردوني السبيطار كي ربوا السبيطار خلص السبيطار قطعوا لي كريه ما حيطوهمش وحده مازال ما مشوا خيطها لعنا العريم ولا حسب بطنها حسب بضرهم ما مشوا خيطها لعنا وخلوا خاشوي خيطوها براه صاروا قالت لك بقاو يشيلوا كريه قاعده خلص السبيطار الناس يا سبيطار الدنيا استقلت وكذا وانا غادي السبيطار ما كانوا نمشي نطارك ما نمشيش تاع قلت شي يوم يعطي المطار يمشي عليه. واش من السبيطار كنت؟ نعم تاع الشيخ. تاع الشيخ. وهو تحت الكور، الكور اللي اطباء و. يعني الطب. ايه. كيف كانوا تاع تاع فرنسا. ايه تاع فرنسا. ايه من بعد ياك راهو مال اخويا شو قالوا لك ما ساو بينا. صح كي كانوا في السبيطار يعاملوا كيما الناس الاخرين ولا؟ لا لا. لا. مش كيما وحدك اللي مكتوب لك يقول لك الاسم تاعك في المطرح تاعك في الله يقول لك ما يعاملوش مال اخرين. والدواء يديروا لك الدواء كيف كيف؟ لا هو ما لا 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 ناقص الدواء كون الدواء يمشي ماشي كون كنت برا انا قلت لك الكرعيه ما حيطوهمليش اما زال اللعن اللعن ماشي حيطوك الكرعيه اللعن بالفعل اللعن دوك مش عليهم فرصه لا توسع الكرعيه ما حيطوش انا ماشي محيطه ما حيطوهمليش لا استعملوا يعني في الاول علاه حكموا الحسن هاش؟ لا علاه دور الحسن؟ احنا كنت نخدم اتصال خدمت فيه خويا كان يخدم فيه في بلاصتو دار بلاصتو انا ايوا حنا كنا فوتو كاتبه كاتبه فيها مدير نادي ونجيبو فوتو رويدي هذا عمر رويدي نخرجو انا للطهر ونخرج للبكش نتمنى جو اللي هو عطينا شطر ثاني تاع السيد مورا ما خلطو كازا تاع حاجه تاع البغال شط وديك الطريق هذه السيد تاع يعني الحاجه اللي مزيت مأثرة فيه بزاف من هذا الحبس هذا وشي؟ لا انا عطيت فلقت الدوله العمليه فلقوا لي كل شيء فاني ما دار الباراسيو فاني الدوله العمليه فاني على قلبي يعني العام من عين المقلب تاعي العام ديال البيله فاني بالفات شو انا كنت بالماية فاني كل شيء كذلك من ها من ضربه هذيك مسا صحتي العام لاني غير نعاني قعدت سبطة مصاب شهر قعدت شهرين وسبطة مصاب شهر اصلا ما كان حال على البلاصه اللي داو فيها قلت لي واد سلي ايوا هما شينا ومن بعد شلف ما جابونا شلف ومن بعد كي جابونا شلف قبضت المرض في شلف قلت خوك ريا انا وما قطعش بالله راحوا قال لك ريا راحوا قلت خوك ريا وكحالو كيما الفول كيما الغرو تاع الفول كحالو هكا حالو كيما الغرو الفول كي كنت في الحبس الحاج كانت عندكم خلية كانت عندكم النظام كاين كاين كلش كلش واش كانوا يوصوا انت يا كنت مريض هكاك؟ كيف كانوا يوصوا كي كنت مريض؟ كي كنت مريضة؟ ايه هذوك المجاهدين اللي كانوا تما ولا كيف كانوا يوصوا؟ يجوا لينا ناس من تحت الخيل من تحت ايه يجوا لي سرق عبر وبعث لي نساء يجوا لي حتى نساء وكانوا يجيبوا حتى خاطرات ويقول لي كيف وكيف هذا المكان ما عندناش يوصوا يقولوا لك اصبر والدنيا هذا المكان هذا اللي كان ودي الدنيا هاك ودي كذا ويجيبوا لك المعلومات اللي ماتوا مسكن برا وكذا وكذا هنا امام البنيان تاعنا ضربنا 14 كوره 11 كوره ولا حاجه ما خلاوها هنا لا مال لا كلش في ساعه 11 كوره ضربنا بها البيله هاي وين تدرك في الاستقلال؟ ياه لا انا هاي في الاستقلال الاستقلال يعني ولا مره ودي لك ودي لك ورجلي كي طايرين وين ودي لك رجلين في وقت الاستقلال ثاني؟ هي لا لا استقلال قطعوا لي كريم في الاستقلال في الاستقلال والمرض خذيتهم من وقت قبل المرض كي جاوا في الهوتو عليا غني بك الشيء فنقول لك كان فلقاك الشيء العام ثاني يعني على سبيل فرنسا بالنسبه ليها ما تريسيتي هذاك نكتب عليك
وكما خرجت بلاصه بين حاشمو بكذا قلب تاع الصابونه تو مطيح بالعرض يبطوك ميديك امك رايك ويطيح لحالك مديرك على شمك كما كان العود قال لهنا كامل كي تكملوا يعرفوا في الفتاه نبدا نبصبص من كل جهه وطريق نبدا نبصبص من كل جهه وطريق هذه السبب تاعك هي مشي هذاك انا بطيء ودوز تقاسوني في المغمره راسي هذا هو السبب هذا هو الشيء تو واش يقول لك فرنسا خير ولا الجزائر خير؟ يا فرنسا خير ولا الجزائر؟ لا اعطيك لا اعطيك اللي يحول اللي يبغى لا يسال عليه انا شنو نقول اللي يبغى لا يسال عليه بصح راهم كاين بعض الشبيبه بعض حتى كبار يقول لك دوكورا تاع الاستغلال بزاف ما شافش خاطر ما شافش اه ما شافوش كون شربوا الصابون ودروا الكريسيتي والله والله نفسه والله ما يجيبوا يدور بها نفسه دون ما في الحاج مخرى 50 لكن انا حاك لا تشوف عينك تعرف يعرف الانسان باهي كيف وش الحاجه اللي مزيت مره تفكرها من هذاك الحبس هذاك؟ اه الحبس تفكروا ما تفكروش لا وش الحاجه اللي مزيت تاثر فيك بزاف؟ لا عطيت فيها بزاف ايه اه وعطيت فيها بزاف من مسينا هربوا من مسينا هربوا خرجوا من مسينا خرجوا نجوا يديروا تبع الكريسيتي 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 هذا كان واحد يقولوا قصيه حاجه الهيه كان عندنا ابو قادر مشى ما خلانا نقول قصية لا لا هذا اسبانيولي عصر اسبانيولي وهذا من نبرك ولا كان مستعمر هنا لا لا كان مستعمر لكن مع الجدر من هذا ابو قادر ما ولا يعذب الناس هذا هو اللي سمى اللي يعذبنا بزاف وبحث في كل بلاصه الواتلي دوزيام دراغو دوزيام دراغو تاع واتلي مسينا يمشي لهم كاع يقبل الحبيسه وكاع يعرفوه كاع يعرفوه كاع اه مكتوب رب العالمين سيدي تاع كنت بكرر في حياتي سيدي تاع ربنا الناس ربنا الناس ربنا ياسر كاع حاج بارك الله فيك صح